لم تمنع الظروف القاسية هذا الفلاح من تحويل هذه الأرض الجبلية إلى جنة ساحرة تضم أزيد من 3000 شجرة مثمرة تجود بمختلف أنواع الفواكه على رأسها الكرز. هم ما بداو في الجيني تاع حب الملوك هاهم يقلعوا فيها، ولكن راك تشوف الماء راه ناقص، ولكن مشكل تاع فرش تاعين راهم يعطيوني في الرخص، ولكن كل مره يعطيني 6 شهور ما يجي الريق روحي تموت 6 شهور هذه، ساعات يوقع مشكل في البير نقعدوا فيها 6 شهور وما نفريوهاش، ونبقى نستنى ملي تموت لي نعاود ندير طلب نستنى 6 شهور اخرين 7 اخرين، ديما نبقى ندور في فرد بلاصه، ديما في فرد. رابح اشك ترى هذه يستثمر ضاع الكيف، اما نقلي اسكوس نقسن. ها نشي نخدم اذن عمي رابح. شي نخدم غير عمي رابح ديما هسا قنغ القرط غير عمي رابح معليش. رغم قلة الإمكانيات وعراقيل الإدارة إلا أن هذا الفلاح استطاع خدمة هذه المزرعة وقام بتوفير عشرات مناصب العمل الموسمية لشباب من داخل وخارج الولاية. شي نخدم تبلاصة سلوم مجر دوم الدين هذا برين خوصة بريد خص امان لحياتي ميتوناتي. رابح راني معاه هنا دايما جيت خدام وتعب مسكين وخسر خسر مسكين بزاف السنه نخدم غير سال الجنان تحمار سمحت وليدي ننقش نتحشش نحشيش ننتج كلش. ليبقى اهتمام السلطات بمثل هؤلاء الفلاحين اكثر من ضروري لدعمهم ومساعدتهم من اجل مواصله العطاء.